والعزة والعودة. 53 عاما مضت على إحراق المسجد الأقصى المبارك هي مناسبة أليمة بالنسبة للفلسطينيين الذين يحيون ذكرها في هذا المؤتمر الوطني الجامع الذي حمل عنوان القدس في قلب فلسطين. تؤكد الفصائل الفلسطينية أن المسجد الأقصى هو ملك للفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية، وأن القدس لا تقبل القسمة وستناضل بشتى الطرق لتحريرها، كون وجود إسرائيل يشكل خطرا على الأقصى والقدس. نؤكد على أن كل هذه الإجراءات تستفز مشاعر شعبنا الفلسطيني، والاحتلال الصهيوني يمثل خطرا على المبادئ والقيم والعقيدة، ونحن نوجه كل عناية الأمة العربية والإسلامية ضرورة دعم صمود وثبات شعبنا الفلسطيني والعمل على زوال هذا الاحتلال الصهيوني. ستبقى القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، هي عقيدة ودين بالنسبة لنا، وكل التصريحات التي تأتي من قادة الكيان هي تخدم الدعاية الانتخابية ليؤكدوا أنهم قادرين على حماية المجتمع الإسرائيلي. ولا يمكن أن نوقف هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني إلا من خلال استمرار مقاومة الاحتلال الصهيوني بكافة أشكال المقاومة. في صباح يوم الخميس. وترى الفصائل أن القدس هي محور الصراع ولن تقبل بالاستفزازات الإسرائيلية التي تهدف لتهويد الأقصى وإبقاء ممارسات المستوطنين في باحاته تحت حراسة الجيش، داعين الأمة العربية والإسلامية بالتحرك لوقف سياسات إسرائيل التي تهدف لإشعال فتيل الأوضاع الميدانية. مطلوب صحوة عربية على المستوى القسم العربي، على مستوى الجماهير العربية، على مستوى القطاعات، وأيضا مطلوب وحدة الساحات وتكاملها. هذه السلوكيات الإسرائيلية سوف تكون عامل تفجير للوضع في المنطقة بأسرها، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بانتهاكات يومية ومستمرة. تسعى إسرائيل لفرض سياسة الأمر الواقع في القدس وإبعاد وإشغال الفلسطينيين عنها، لكن كل هذه الإجراءات كتب لها الفشل بجهود أهل القدس والمرابطين في الأقصى. يوما بعد يوم تزداد الجرائم الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، ليس بدءا بإحراقه ووصولا لمحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا. يصر الفلسطينيون اليوم على رفضهم للتنازل أو التفريط به. محمد الدور، الغد، غزة، فلسطين.